فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر؟ نعم، هل لزيارة طور سيناء فضيلة وأجر؟ أتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، المسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما أن يزار طور سيناء لأجل العبادة هذا لم يرد به دليل. نعم، والرسول حصر السفر للعبادة في الأماكن بهذه الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. نعم.